أهلا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار. أفاد مراسل نبأ في مدينة درنا بسقوط عدد من القذائف العشوائية على المدخل الغربي للمدينة، وأوضح المراسل أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة. هذا وتشهد مدينة درنا في أوقات متفرقة سقوط قذائف من ميليشيات الكرامة التي تحاصر منافذ المدينة وتمنع عنها المواد الأساسية والضرورية. اقتادت مجموعة مجهولة عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف من بيته إلى جهة غير معلومة، وطالب المجلس البلدي طرابلس المركز في بيان له، طالب المجلس الرئاسي المقترح باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنه محملا إياه المسؤولية الكاملة عن سلامته. كما علق المجلس البلدي طرابلس المركز العمل بديوانه احتجاجا على الحادثة. أبدأ عضو المجلس الرئاسي المقترح محمد عماري تحفظه من قرار رئاسي بشأن استرداد السلع الأساسية، واعتبر عماري في رسالة وجهها لرئيس المجلس اعتبر صدور القرار قبل إقرار الترتيبات المالية للعام الحالي مربكا للوضع الاقتصادي. وأضاف عماري أن الاستيراد برسم التحصيل رغم سهولته إلى أنه تجاربه السابقة خير دليل على سوء مردوده، ما سيسبب المزيد من الخلل في الموازنة السنوية وفق قوله. كما طلب عماري بتكليف صندوق موازنة الأسعار للقيام بتوريد السلع والاستعانة بديوان المحاسبة للإشراف ومتابعة تنفيذ هذا القرار. أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك شبكة متخصصة في الإتجار بالقطع الأثرية، من بينها تحف مسروقة من ليبيا. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الشرطة قد طلبت من السلطات الليبية معلومات حول القطع الأثرية المسروقة من البلاد. وأضافت الشرطة أن معظم القطع الأثرية سرقت من قبل تنظيم الدولة، متهمة مواطنين إسبانيين بتمويل المتشددين وممارسة التزوير والتهريب حسب تعبيرها. نهاية الموجز مشاهدينا، إلى اللقاء.